اختلفت الجمعيات التي ينتمون إليها، إلا أنهم اجتمعوا في العمل الخيري لمضاعفة الأجر في هذا الشهر الفضيل. السيد نور الدين طباخ وككل سنة أبى إلا أن يكون متطوعاً لنيل أجر الصيام وأجر إفطار الصائم، خاصة في ظل غياب مطاعم الرحمة هذه السنة جراء وباء كورونا. أنا عندي الفائدة تاعي، الفائدة تاعي كي يفطروا الناس وأنا نكون خادم تاعهم، هذه الفائدة تاعي. عندي نهار واحد فطرت في الدار ما نحس روحي كأني قلقان، نحب نشارك الناس والمواطنين وخاصة اللي راهم يحتاجوا لينا. يقوم نور الدين بمساعدة الفريق العامل معه بتخصيص وجبة إفطار لمختلف فئات المجتمع ممن هم بحاجة إليها. أما عن وجبة اليوم فتم تخصيصها لعمال النظافة تكريماً لهم نظير المجهودات التي يقومون بها. البذرة اللي راهي اليوم رانا متطوعين باش ياكلوا رجال النظافة اللي راهم الرجال اللي راهم يحميو فينا من المرض اللي راهي يدور، الوباء اللي راهي يدور، وحنا تابعين لجمعية الحياة الطيبة ورانا متطوعين باش نوكلوا الناس هادو اللي راهم يساهموا باش ينظفوا الحياة تاعنا والمدينة تاعنا. هي مشاهد ترسخ قيم التكافل والتضامن الاجتماعي ابتغاء للأجر والثواب، خاصة في شهر رمضان الذي تزداد فيه المبادرات الخيرية.